المشهد مؤلم جدا حقيقة في قطاع غزة. يعني أنا يعني يؤسفني أن أقول بأن أشقائكم في قطاع غزة عادوا إلى العصر الحجري بسبب هذه البربرية وهذا الإجرام الإسرائيلي. يعني تتخيل، رجعوا إلى بابور الكاز، رجعوا إلى لمبة الكاز، رجعوا إلى يعني إعداد الطعام على الصاج بالحطب بالأشياء هذه. حقيقة يعني الآن أصبحت جنوب قطاع غزة أكثر منطقة مزدحمة في العالم، الخيام في الشوارع. مؤسف جدا أنه يحصل كل هذا، هذا القتل. حتى الآن 22 ألف شهيد سقطوا من جراء العدوان الإسرائيلي، في أكثر من 55 إلى 60 ألف جريح. والمؤلم جدا أنه ينفرد فيهم العدو بهذه الأسلحة المتطورة الأمريكية الصنع، ويقتل ويطهر عرقيا. والعالم للأسف منشغل كليا. أنا لا أعرف يعني حتى متى يقدم هؤلاء الفلسطينيون العرب المسلمون، يقدموا الضحايا الشهداء نيابة عن أمة ودفاعا عن مقدسات، بينما هذه الأمة يعني تنام في شهر من العسل ولا كأنه الأمر يعنيها على الإطلاق. هذا أكثر شيء يحز في نفس الأشقاء في قطاع غزة، وأنا على اتصال مستمر معهم حقيقة، لأنه أهلي في القطاع. وحتى هذه اللحظة يعني خسرت أكثر من 27 شهيدا من آل أبو عطوان، وهذا ليس فقط، يعني هناك أسر قدمت شهداء أضعاف هذا الرقم، وكلهم في النهاية أهلنا وأهلكم وأهل كل العرب والمسلمين. فهذه المأساة، الوضع في قطاع غزة. هناك صمود غير عادي حقيقة، هناك رجال يقاومون برجولة وبشجاعة ويتمنون الشهادة في أي لحظة. والله لما بحكي معهم ومع الأهل هناك بقول كل هذا فداء فلسطين. فقدوا أطفالهم، فقدوا نسائهم، فقدوا رجالهم، فقدوا يعني من يعيلهم، لكن رغم ذلك هنا ويجلسون في خيمة أو في العراء أو في الشارع، ورغم ذلك يقولوا فدا فلسطين، فدا الأمة، فدا الأقصى. هذه هي الروحية السائدة. الإسرائيلي الآن في حالة انهيار كامل. يعني الآن لولا هذه 2000 قوات أمريكية، لولا الجسر الجوي الذي أقامته أمريكا، لولا الدعم الغربي، يعني والله لما صمدت أسبوعين في وجه المقاومة اللي الآن تسطر أساطير غير مسبوقة في المقاومة وفي التصدي للعدو. يا سيدي، هؤلاء صمدوا 85 يوما رغم القصف الشديد، رغم الأسلحة الحديثة، رغم يعني هذه البربرية الإسرائيلية غير المسبوقة. صمدوا لسبب بسيط، لأن هؤلاء يقاتلون من أجل الله، من أجل العقيدة، من أجل الدين، من أجل المقدسات، ويتمنون الشهادة في أي لحظة. يعني سلاحهم بسيط جدا، سلاحهم هو الإرادة. قرروا أن يكونوا فعلا شهداء. فيعني ماذا تستطيع أن تفعل لهم إسرائيل؟ ماذا يستطيع أن يفعل لهم هذا العالم الغربي البربري؟ يعني الشيء الوحيد الذي يستطيعوا أن يفعلوه أن يستشهدوا. فأقول لك أنهم أهلا بالشهادة، مرحبا بالشهادة، تأخرت الشهادة، هذا الفرق. فمضافا إلى ذلك أنهم هذول بيدافعوا عن قضية عادلة، عن حق، عن مقدسات مثل ما قلت. فصمودهم يعني بيخليهم يندفعوا على الدبابة. أنا عمري ما شفت في حياتي ولا حتى في أفلام السينما إنسان يتسلق على دبابة ويضع ويلصق القنبلة فيها ثم يفجرها. يعني هذا لم يحصل من المسافة الصفر ودون الصفر حتى. الإيمان هو الذي يدفعهم، هو الذي يحركهم، الإيمان بالعقيدة، الإيمان بالحق، الإيمان بالمقدسات. يعني فلذلك احنا الان اسرائيل خسرت يعني وحده، يعني لواء جولاني، هذا النخبه النخبه في الجيش الاسرائيلي، هذا اللواء انهزم، ولانه خسر حوالي يعني 44 من جنوده وضباطه، واكثر من 50% من تعداده، وسحبوه يعني هروبا، لانه اصبح الجنود لا يريدون القتال. فهذا هو الاعجاز الحقيقي اللي بيتحقق. وللاسف للاسف انه يعني كل الامه في حاله نوام، موات يعني وليس نيام. يعني الامر الاخر، تفضلت انت الجيوش العربيه، يا اخي احنا خاضوا 4 حروب ضد العدو الاسرائيلي ولا انتصروا ولا في حرب، ولكن هؤلاء ينتصروا والحقوا بالعدو هجمه واحده فقط على مستوطنات غلاف قطاع غزه، خسروا كرامتهم وحسوا مكانتهم وسمعتهم وامنهم وردعهم واستقرارهم، هذا بس من هجمة واحدة.
طب وين الجيوش صحيح. العربية؟ كل الجيوش العربية كانت يعني تهزم، الآن لأول مرة هذه المقاومة تنقل الحرب إلى العمق الصهيوني، إلى عمق فلسطين المحتلة، وهذا هو الإبداع بكل معنى الكلمة. هم تعودوا على أنظمة عربية مستسلمة، تعودوا على مسؤولين عرب دائما يبصمون لأمريكا ولإسرائيل، ناس يخافوا من إسرائيل، أجوا ناس الآن لا يخافوا من إسرائيل ولا من أمريكا ولا من الغرب على الإطلاق، ويتعاملون مع الغرب ومع إسرائيل ومع أمريكا باللغة الوحيدة التي يفهمونها، وهي لغة القوة، لغة التحدي، لغة الكرامة. يعني خلينا نبدأ باليمن، هذا الأشقاء الأعزاء حقيقة اللي الآن يعني الآن العالم العربي كله والإسلامي كله فعلا ينظر بإعجاب وإكبار وإجلال كبير لأشقائنا في اليمن. أشقائنا في اليمن مارسوا اللي كانت تمارس الجيوش العربية أو في فجر الإسلام، هذه يعني لما كانوا الإنسان يعني القلة اللي بتهزم الكثرة، يعني الآن هم بتصدوا، قالوا يا أخي طيب أنتوا قاعدين بتذبحوا أشقائنا في قطاع غزة، أنتوا حرمينهم من الدواء، حرمينهم من الطعام، بتقصوا المستشفيات، تقتل الأطفال، لا إحنا لن نقبل بذلك. هم الوحيدون اللي قبلوا بهذه الوقفة مع الأشقاء في القطاع، مع الشهداء في القطاع، بمعنى قالوا إذا لن تبر سفينة إسرائيلية أو حاملة بضائع لإسرائيل من البحر الأحمر، من باب المندب، من بحر العرب، إلا إذا يعني أوقفتم المجاعة وأوقفتم حرب الإبادة وحرب التطهير العرقي، وقفوا الحرب، ادخلوا المساعدات، احنا بنوقف، لكن طالما انتم مستمرون وهذه الحرب مستمره لن نتوقف فعلا. يعني الان ولا سفينه اسرائيليه او مملوكه لاسرائيليين او ذاهبه الى هناك او محمله بالبضائع يعني الا تضرب. اليوم صار في ضرب قصف لسفينه، اليوم صارت في يعني مسيرات وصواريخ ضربت ايلات وضربت مواقع اخرى في دوله الاحتلال. هذا الاشقاء في اليمن، ليش؟ اللي هي الجراه، اللي هي الشجاعة، اللي هي العروبة، اللي هو الإيمان، هاي كل الدوافع. يا سيدي الآن اليمن، هذا اليمن اللي لم يقضي يعني مرة، والله بقول للأشقاء يعني سنتين ما أخذ رواتب، راح صححوني قال لي يا أستاذ إحنا 8 سنوات لم نأخذ رواتب، يعني عايشين على كفاف الكفاف والله. ورغم ذلك يعني انتفضوا، رغم ذلك إنه كانوا شجعان وكانوا أبطال. يا سلام هذا المنظر الجميل لما اعتلوا هذه السفينة الإسرائيلية وجروها، جروها مثل المعزة، مثل الخروف إلى ميناء الحديدة، هذا هو. فهذول يعني الآن فعلا يعني يسطروا أساطير، يعني يعود اليمن إلى مجده ولا من سنوات حضارته وإلى سيطرته وإلى إمبراطوريته، بسبب لأنه سلك الطريق الصحيح الذي لم تسلكه أي دولة عربية أخرى. فلذلك يعني أنا أقول من هذا المنبر الشريف يعني تحياتي لأشقائنا في اليمن، وشكرا لكم، شكرا والله، رفعت رؤوسنا عاليا والله. لا نستغرب، لا نستغرب ذلك منكم. فالآن هذه الآن لحظة يا أستاذ شوية، يعني لاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أني سأرد في المكان والزمان المناسبين، يعني هذه أمريكا العظمى خايفة والله، مرعوبة من أنها تخوض حرب في اليمن. كمان الدول الأخرى اللي عرضوا عليها وعربية وفي إسلامية يعني في البحر الأحمر، مشاطئة في البحر الأحمر، لم توافق إطلاقا على الدخول في هذا التحالف اللي شكلته أمريكا. كمان أسئلة أخرى، يعني يعني كل يوم أمريكا تضع ناس على قائمة الإرهاب، لا تجرؤ أمريكا العظمى على إعادة اليمن إلى قائمة الإرهاب، لا تجرؤ، لأنها تعرف جيدا ماذا يعني ذلك. هناك أسود، هناك نمور، هؤلاء يعني والله إذا تعلقوا مع الأمريكان، أمريكا والله لن تكون لها وجود في المنطقة كلها، وستنسحب وستنزوي، لأنه من هنا تبدأ الكرامة والشجاعة.